أصدرت محكمة باكستانية قرارا بتجديد الحبس الاحتياطي لرئيس الوزراء الأسبق نواز عباسي لمدة 14 يوما إضافيا على ذمة التحقيق في قضية صفقة قطرية مشبوهة. وكان المدعي العام قد طلب بتمديد الحبس الاحتياطي للمتهم على أساس أن هيئة مكافحة الكسب غير المشروع لم تكمل بعد التحقيق المتعلق بمحطة للغاز الطبيعي المسال، وتم كشف خفايا الصفقة بعدما فضحت قضية أوراق بنما رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم الذي قدم شقتين في لندن كرشوة إلى عباسي مقابل تسهيل تمرير اتفاق للغاز بأسعار مبالغ فيها.